ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وبعد. سؤال اليوم: سائل يسأل عن حكم تزين النساء في شهر رمضان، وهل هذه المساحيق أو ما يعرف بالمكياج هل يفطر أم لا؟ قال العلماء: هذه المساحيق لا تفطر، مثلها مثل المرهم الذي قد يضعه الإنسان، فهذا ولو أن جلد الإنسان يأخذه لكنه لا يفطر، لأن الجلد ليس منفذاً إلى الجوف. لكن ها هنا تنبيه على أن المرأة تتزين في حالتين كما هو واقع، أما زينتها لزوجها فهذا أمر مطلوب، لكنه في شهر رمضان كثير من العلماء يقولون بالمنع منه، لأنها قد تتسبب في وقوعه فيما يفسد صيامه. أما بالليل فلها أن تتزين كما قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أما في نهار رمضان فإن كانت تعلم أن من زوجها أنه لا يستطيع أو أنه لا يصبر ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فإنها لا تتزين له. أما أن تتزين وتخرج فإن هذا من المنكر الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى، ولو للإتيان إلى المسجد. فإن المرأة إذا خرجت لا تتزين ولا تتعطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ذكر في الحديث أنها لو تعطرت ومرت على قوم فوجدوا ريح عطرها فهي زانية. وقالت عائشة: وقد رأت النساء قد تزين وأتين المسجد، قالت: لو رأهن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن. فالمرأة إنما تتزين لزوجها في الأوقات المعلومة. أما وضع هذه المساحيق للمرأة بالنسبة للمرأة إذا وضعتها فإنها لا تفطر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.